السلام عليكم واهلا بكم في قناه بوك بيكر. احنا النهارده الفيديو الجديد بتاعنا بيتكلم عن كتاب بيرسي جاكسون اند ذا جريت جودز. انا متحمس قوي عشان اتكلم عن الكتاب ده، عشان الكتاب ده تقريبا من احسن الكتب اللي عندي في مجموعتي، عشان هو بيتكلم عن الالهه اليونانيه القدامى، ومش كده بس، بيتكلم عن ال 12 اهم واحد اللي هم الاولمبيانز بيسموا بالانجليزي، وبرضه بيتكلم عن كام واحد مهم شويه مش من الاعظم، وبرضه بيتكلم عن بدايه الكون في راي اليونانيين القدامى. ماشي، فانا متحمس قوي ما اقدرش استنى، ويلا بينا نبدا على طول في الفيديو. اول شابترين او جزئين في الكتاب بيبداوا بيتكلموا عن بدايه العالم في راي اليونانيين القدامى، وبعديها بيبداوا يتكلموا في الالهه كلهم. فانا شايف اننا برضو نبدا زي الكتاب ونبدا ببدايه العالم. في بدايه العالم كان في الهين بس، واحد اسمه كايوس وده كان زي الفراغ وكان مالئ العالم كله، وكان الثانيه الهه اسمها جايا ودي كانت زي الارض. فهم كانوا عايشين مع بعض لالفات السنين، بعدها جايا قررت انها تعمل اله ثالث وده كان اسمه اورانوس وده هو اله السماء. فهم بعدين اتجوزوا وجابوا 12 عيل كلهم اسمهم التايتنز، اهم حبه منهم هم هايبيريان وكرونوس وريا وايابتس. وال 12 دول كانوا اسمهم التايتنز، يعني العمالقه، وهم كانوا فعلا عاملين زي جايا وكيوس واورانوس، عشان هم كلهم كانوا بيموتوا وكانوا اقوياء جدا، لكن عشان هم كانوا ما بيموتوش كان دمهم مصنوع من الذهب وكان اسمه الايكور، وده لو نزل على حاجه غير التايتنز كان ممكن يخلق مخلوقات جديده، لكن احنا هنتكلم في ده بعدين. المهم بعد ال 12 تايتنز دول جابوا ثلاثه كمان اسمهم السايكلوبس. السايكلوبس دول عاملين زي التايتنز لكن اصغر واضعف، لكن عندهم عين واحده في دماغهم والنار ما بتحرقهمش. لكن اول ما اورانوس شاف السايكلوبس دول شاف انهم بشعين جدا وقرف، فقرر انه ياخدهم، جاب سلاسل واخدهم كلهم وحذفهم في حته اسمها تارترس، ودي عامله زي الجحيم تحت الارض. في حاجه شبه اسمها الاندر وولد بس دي حاجه مختلفه خالص نتكلم عنها بعدين. بعد السايكلوبس الثلاثه جابوا كمان ثلاثه اسمهم ال 100 هاندد وانز، دول زي السايكلوبس لكن اكبر برضو وبشعين، لكن عندهم 100 ايد وعندهم 50 راس. فلما شافهم اورانوس برضو حس بالقرف الشديد واخدهم وعمل نفس الحاجه مع السايكلوبس. لما جه شافت ده وكانت مكتشفه ده ساعه السايكلوبس، لما اكتشفت ان اورانوس اخذ السايكلوبس وال 100 هاندد وانز ورماهم في تارترس عصبت جدا واتخانقوا، لكن ما كانش تقدر تاذيه عشان هو كان ملك العالم وكان معاه سيف. فبعديها هي كلمت ابنائها ال 12 تايتنز عشان هم كانوش في الجحيم، وقالت لهم مين اللي هيقتل اورانوس اللي هو ابوهم هيكون هو ملك العالم وهيكون يقدر يعمل اي حاجه هو عايزها. فاصغرهم اللي هو كرونوس قال ان هو هيعملها، وكرونوس قال برضه عشان هو يقدر يقتل اورانوس محتاج اربعه كمان معاه عشان يمسكوه وهو جاي يقتله. في وقال ان الاربعه اللي هيساعدوه هيكافئهم لما هو يكون ملك العالم. اربعه من اخواته تطوعوا اسمهم كرايوس وكويوس وهايبيريون وايابتس. فكانت خطه كرونوس ايه؟ ان جايه هتكلم اورانوس وتقول انهم عايزين يتصالحوا، ولما هم هناك هيكون كرونوس والتانيين هيكونوا مستخبيين وفجاه هينطوا عليه يكتفوه ويقتلوه بالسيف بتاعه. والخطه نجحت عشان لما جايه دعت اورانوس هو فعلا جه لكن كان مستغرب. اول ما قعد راح على طول كرونوس نطت عليه هو والتانيين وكتفوه للارض، لكن قبل ما كرونوس يقتل اورانوس قال له ان لو كرونوس فعلا قتله هيكون عليه لعنه ان ابنائه هيقتلوه بنفس الطريقه وهيتخلصوا منه. ده طبعا كان سيء عشان عندهم كرونوس والتايتنز كان كلهم ما بيموتوش، فان ابنائه هياخد مكانه كملك العالم دي مشكله كبيره، لكن كرونوس عمل نفسه ما تاثرش بيها وبعديها قتل اورانوس. فبعديها هو صار ملك العالم وخلى الاربع اخواته اللي هم اتطوعوا عشان يساعدوه خلاهم ملوك الانحاء، واحد في الشمال واحد في الغرب واحد في الجنوب واحد في الشرق. فبعديها كرونوس كان فرحان جدا عشان هو برضه بقى تايتن بتاع الوقت، يقدر يسرع الحاجات او يبطئها. كان ساعات بيعمل ايه؟ يروح للشجر ويسرع عشان يشوف هو بينمو مره واحده، لكن كان في مشكله علقه في دماغه ان هي اللعنه بتاعت اورانوس، عشان هو كان شايف كل اللي حواليه جايبين عيال وفرحانين، لكن هو قرر ان هو مش هيجيب عيال ويقعد مدى الحياه كده هو. لكن بعد مئات السنين قرر انه خلاص هيتجوز واتجوز واحده اسمها ريا. فطبعا بعد ما كرونوس اتجوز هو كان خايف من اللعنه بتاعت اورانوس، لكن دور على حل للمشكله لكن ما عرفش يلاقي، فقال انه خلاص
هيحاول يشوف. فلما جابوا اول طفل كانت بنت اسمها هستيا. فلما ريا ادت كرونوس عشان يشوف الطفل حسها مختلفة شوية، شاف ان في مشكلة عشان هي كانت اصغر من طفل التايتان، وكانت لكن كانت اتقل، وكان حاسس ان عينيها ذكية شوية وانها ليها طاقة مختلفة للتايتان. فبعديها هو عشان هو اله او التايتان بتاع الوقت جرب يفكر كده شوية، ولقى ان في المستقبل ان هستيا هتكون اقوى من اي تايتان في اي حاجة. فهو طبعا خاف عشان هو فهم دلوقتي اللعنة كانت عن ايه، فهو قرر انه يبلعها. فطبعا هستيا بالمواصفات دي كلها واضح ان هي كانت اول الهة، لكن مش زي جايا. جايا كانت اقرب للتايتنز، هستيا هي الهة اقوى من التايتنز. فالمهم في الطفل الثاني كانت بنت برضو اسمها ديميتر، لكن المرة دي كانت برضو اقوى من هستيا. فكرونوس قرر انه يرجع للخطة الاساسية وبلع ديميتر برضو. في رقم 3 كانت برضو بنت اسمها هيرا، ودي كانت اقوى بكتير من ديميتر وهستيا. فكرونوس ملقاش حل غير انه يبلعها. لكن المرة الرابعة كان ولد، فمرة دي ريا كان عندها امل انه عشان هو ولد يعني كرونوس مش هيبلع. على فكرة كل مرة بعد ما كرونوس يبلع حد زي هستيا هيرا ديميتر وكده، طبعا ريا كانت خايفة وكانت عايزة يعني تأذي كرونوس، لكن كانش تقدر عشان هو ملك العالم وهو معاه السيف، ولو يقدر ويقدر انه يقول لأي حد يأذي ريا كان هيأذيها، وكانش هي تقدر تعمل أي حاجة. فالمهم جه الولد كان اسمه هيديز، وكرونوس بصله وشاف انه اقوى بكتير برضه من هيرا. فكانش عايز يبلعه المرة دي عشان هو ابنه، لكن بعد التفكير ملقاش ان في اي حل عشان هو خايف طبعا من انه يموت او حاجة تحصل، فقرر انه هيبلعه هو كمان. ونفس الشيء مع الولد رقم 5 اللي هو بوسايدون، لكن المرة السادسة ريا قررت انها تغير وتشوف حل. بعد التفكير لقيت الحل ان ايه، لما هي تيجي تدي الولد السادس لكرونوس اللي هو يكون اسمه زيوس، بدل ما تديله الطفل الحقيقي هتحط طوبة كبيرة على نفس وزن زيوس في الشوال هي بتشيل الأطفال فيه. فهي كانت معتمدة ان كرونوس مش هيبص للطفل قبل ما هو ياكله، وده اللي حصل فعلا عشان كرونوس كان اساسا الأطفال في بطنه كانوش بيموتوا عشان هما آلهة، بلهم كل السنين دول في بطنه هما عايشين وبيتحركوا. فكرونوس كان دايما تعبان ومعصب، فأول ما أخد الطفل من ريا راح على طول واخده وبلعه. فبعديها ريا زعلت، مسألة انها زعلانة، لكن في قلبها كانت فرحانة عشان دلوقتي زيوس هي كانت مخبياه في كهف بعيد قوي عن كرونوس، فتقدر تخبيه ويكبر وبعدين هو يقدر يجي ياخد العرش من كرونوس. فبعد ما ريا هربت مع زيوس اخدته عشان يعيشوا في كهف، هو طبعا زيوس كان طفل ساعتها. كان الكهف ده فيه ارواح حاجة الطبيعة اسمها نيتشر سبيريتس، دول كانوا مسالمين وبيساعدوا اي حد. فلما ريا طلبت منهم انهم يساعدوها في تربية زيوس وافقوا طبعا وساعدوها، لحد ما هو لما كبر اتعلم منهم مهارات كتيرة زي الغنى الرقص النكت القصص، وتعلم قصص كتيرة وحاجات كده. فالمهم بعديها لما كبر وصل لعشرين سنة، ريا قالت له المفروض يشتغل عند كرونوس عشان يعرف يساعد اخواته، وهي ساعتها حكت له القصة كلها. فساعتها كانت خطة زيوس انه ايه، انه يقرب من كرونوس عشان بعدها يقدر ينقذ اخواته. فهو راح سأل كرونوس، هو عادي يكون العامل بتاعه ويديله المشروبات بتاعته زي جرسون كده. فراح اشتغل عنده كرونوس قبله عشان مهاراته زي الغنى والرقص وكده عشان يعرف يمتعه هو والضيوف اللي عنده. فبرضه زيوس اكتشف حاجة اسمها الدرينكينج كونتست او مسابقات الشرب، فيها مجموعة من الناس كل واحد فيهم بياخد كوباية كبيرة، واول واحد يخلص الكوباية هو الفائز. وساعتها كان كرونوس هو البطل بتاع ده عشان هو كان دايما بيخلص اول واحد. فبعديها في يوم من الايام كان كرونوس فيه تعبان، لكن زيوس قال انهم يعملوا مسابقة شرب. فكان كرونوس تعبان بس ما كانش يقدر يقول لا، يا اما كرامته كانت هتكون كويسة. فالمهم زيوس لقى ان دي فرصة كويسة انه ينقذ اخواته. فلما هو جاي يعمل مشروب كرونوس يعمل فيه حاجات متخصصة عشان هو اتعلم في موضوع المشروبات ده، فحط حاجات اول ما كرونوس هيشربها على طول هيرجع كل اللي اكله بقاله سنين. فالمهم اول ما شربها فعلا رجع الاول الطوبة اللي هو واكلها اللي ما اتحللتش،
وبعديها بوسايدون وهيديز وبعديها هيرا وديميتر وهيستيا. لو انتوا لاحظتوا هو رجعهم بعكس الاوردر اللي هو اكلهم فيه، يعني اول واحده هيستيا هي راحت للاخر، واخر واحد بوسايدون هو راح الاول. فالمهم بعديها زيوس اخذهم بسرعه وراحوا طايرين بعيد. هناك رجعوا الريا، وريا اطمنت عليهم وقرروا انهم لازم يروحوا ينقذوا السايكلوبس والهندرد هاندد وانز عشان يساعدوهم، عشان دلوقتي كرونوس هو والتايتنز التانيين هيعوزوا يتحاربوا معاهم عشان يتخلصوا منهم. فلما هم راحوا للاندر للتارترس لقوا ان السايكلوبس في حديد عليهم منعهم من انهم يتحركوا، وان في وحش كبير واقف جنبيهم اول ما هم يعملوا اي حركه يروح يضربهم. الحاجه الوحيده اللي هو سمح لهم يعملوها انهم يستخدموا الحديد هناك، عشان تارترس ده عامل زي الجحيم تحت في حديد سخن وطوب ونار، فكل اللي يقدروا يعملوه سايكلوبس والهندرد هاندد وانز انهم يعملوا اسلحه. لكن الوحش ده مش بيخليهم يخلصوا الاسلحه بتاعتهم عشان هو خايف ان هم يقتلوه، فبيخلي كل واحد فيهم يعمل حته صغيره مثلا زي الايد بتاعت السيف وبعديها ياخدها منهم. فزيوس كلم ال 100 هاندد وانز لما الوحش راح عشان يشوف السايكلوبس، قال لهم ان كل واحد فيهم يصنع قطعه وبعديها يركبوها مع بعض ويحذفوها لزيوس وبوسايدون وهيديز عشان يعرفوا ينقذوهم. طبعا ال 100 هاند وانز كانوا مش اذكياء قوي فما فكروش في دي قبل كده، لكن لما زيوس قال لهم عرفوا يعملوها. فبعد ما هم خلصوا انهم يعملوا السلاح رموا ليهم السلاح اللي هو كان الشوكه بتاعت بوسايدون، ودي كانت تقدر تتحكم بالميه حتى لو هم في تارترس اللي هو الجحيم، وتقدر تطلع ميه بتغلي. فبعديها هم عملوا سلاح تاني بس المره دي كانش سلاح قوي، بعد ما رموها هيديز هو اللي اخذها. دي كانت خوذه يقدر يلبسها تخليه محدش يقدر يشوفه، او لو هو ركز على حد يقدر يخليه يشعر بالخوف الشديد. فبعديها تالت سلاح واخر سلاح عرفوا يعملوه هو كان اللايتنينج بولت بتاع زيوس، او اللي هي عصايه البرق. دي واضح من اسمها ان هي بتطلع برق بقوه قنبله نوويه. فبعديها هم كانوا هيعملوا تالت اسلحه كمان لهيستيا وهيرا وديميتر، بس ما لحقوش عشان الوحش ساعتها خلص على السايكلوبس وجه عند ال 100 هاندد وانز وشاف زيوس وبوسايدون وهيديز، فجاي هجيبهم عشان حاسب انهم ضعاف وهيقدر يقتلهم. لكن على طول هيديز خلى الوحش يخاف، وبعديها بوسايدون طخ الميه اللي بتغلي وزيوس فجر الوحش. فبعديها عرفوا ينقذوا ال 100 هاندد وانز والسايكلوبس وخلوهم يبنوا لهم قلعه كامله ليهم، وساعدوهم عشان في الحرب عشان ضد التايتنز. فيها ال 100 هاند وانز كانوا بيمسكوا مباني كبيره من الطوب وبيحذفوها على التايتنز، والسايكلوبس كانوا بيعملوا اسلحه زياده للالهه مع دروع وحاجات كده اهو عشان يعرفوا يتخلصوا من التايتنز. لكن سبب ان الحرب هتستمر هو ان التايتنز والالهه الاثنين ما بيموتوش، فعشان تفوز في الحرب لازم تاخد كله وتقعد تقطع فيه لحد ما يقدرش يتحرك تاني. لما زيوس شاف ان الحرب طولت قوي فكر في خطه انهم يخطوا فيها على كرونوس بسرعه. فكانت خطه زيوس انهم يروحوا لجبل قريب من المكان اللي كان كرونوس قاعد فيه عشان يقدروا يخلوا السايكلوبس وال 100 هاندد وانز يقدروا يكسروا القصر بتاع كرونوس. الجبل اللي كان كرونوس عايش عليه اللي كان فوق قصره كان اسمه ماونت اوثريس او جبل اوثريس، وده كان اطول جبل في العالم ساعتها. الجبل اللي جنبيه بقى اللي كان زيوس عايز يروح عليه كان اسمه ماونت اوليمبس، وده كان تاني اطول جبل في العالم. فلما زيوس والالهه والسايكلوبس وال 100 هاندد وانز راحوا هناك كان عندهم زاويه حلوه، فعرف السايكلوبس وال 100 هاندد وانز ياخدوا حجاره عملاقه ويحذفوها على القصر بتاع كرونوس، وهو كانش عارف ان هم موجودين. فطبعا كرونوس اتفاجئ لما شاف في حجاره عملاقه بتكسر في القصر بتاعه، ودي ادت فرصه لزيوس وبوسايدون انهم يقدروا يستخدموا اسلحتهم على التايتنز. فزيوس وبوسايدون والناس دول فازوا على التايتنز وعاقبوا كل التايتنز اللي كانوا مشاركين في الحرب، لكن التايتنز المسلمين اللي مشاركوش ما عملهمش حاجه. مثلا كان في تايتن اسمه هايبيريون، وده كانت وظيفته ان هو يسوق الشمس كل يوم لحد وقت الغروب. فلما زيوس شاف ان هو ما شاركش في الحرب خلاه يتن في وظيفته. لكن زيوس عاقب الناس اللي كانوا مشاركين زي اتلس وكرونوس. مثلا اتلس خلوه يشيل السماء طول الوقت لمدى الحياه، وطبعا هو تايتن فما يقدرش يموت فخلاه يشيله للابد، ومحدش يقدر يشيل السماء من اتلس
الا لو هو قاصد، يعني ما يقدرش اتلس يخدع اي واحد عشان يشيل منه السما. لكن اكبر عقوبه كانت لكرونوس، فيها زيوس وبوسايدن قطعوا كرونوس لقطع صغيره واخدوا كل قطعه وودوها في حته بعيده عن بعض في تارترس. وبعديها خلوا السايكلوبس والهايدرد هاندد وانز عشان هم عمالقة اكبر من الجودز بكتير، خلوهم يكسروا ماونت اوثريس عشان ما يكونش هو اطول جبل، وخلوا ماونت اوليمبس هو اطول جبل في العالم، وبنوا فوقيه قصر كمان للجودز المره دي. دلوقتي احنا هنتكلم عن الالهه بالترتيب بتاعهم، فاحنا هنبدا بالاكبر وننتهي عند الاصغر، يعني هنبدا بهستيا وننتهي عند زيوس. طبعا احنا قلنا ان كل ما بيجي جود جديد او اله جديد بيكون اقوى من اللي قبليه، فطبعا زيوس هو الاقوى وهستيا هي الاضعف. فيلا بينا نبدا. اولا هستيا هي الهه الهيرث او اللي هو الموقد، وده مكان نار كان موجود في كل بيت يوناني قديما، كان في وسط البيت، وده كان اهم حاجه في البيت اليوناني عشان كان كل حاجه مهمه في البيت تحصل فيه، كان طبخ فيه، كان لو في فتره الشتاء واحد عايز يتدفى بيقعد عنده، كان الهدوم بتنشف عنده. فساعتها قبل كده في العصر اليوناني القديم كانت هستيا من اهم الالهه، لكن دلوقتي طبعا عشان ما فيش موقد كتير هستيا بقتش مهمه للدرجه دي. كم حاجه مهمه كمان عن هستيا، ان هي واحده من الالهات الوحيده اللي مش بتتجوز خالص، وفي قصه بتقول ان بعد ما جاء سكند جنريشن جودز، يعني الهه من الجنريشن الثاني زي مثلا ابولو ارتميس هيرميز وكده، كان في 13 اله و12 كرسي بس بتاع سلطه، عشان كل اله كان المفروض يكون ليه كرسي عشان يكون من الاولمبيانز اللي يقدروا يصوتوا عن اي موضوع. فطبعا كان هيكون في حرب ما بين الالهه عشان الكرسي الاخير ده كانت هستيا هي اللي ماسكاه، لكن هي اتبرعت بيه عشان اجدد جود اللي هو ديونيسوس يقدر ياخده ويكون هو من الكونسل او مجموعه الاولمبيانز. تاني الهه بعديها بعد هستيا هي ديميتر، وديميتر دي الهه الزراعه. في قصة مهمة قوي عنها، ودي أهم واحدة عنها، هي كان في راجل عايز يصنع لنفسه بيت من أحسن أنواع الخشب، فهو كان هيروح هو وأصحابه يقطعوا خشب من المكان المقدس لديميتر، فديميتر حاسبة إن الراجل ده مش عارف إن ده المكان ده مقدس ليها، فهي نزلت وهي متخفية بشكل واحدة عجوزة، فكلمته قالت له إن هو المفروض ما يقطعش من الغابة المقدسة دي، عشان لو هو قطع منها ديميتر هتلعنه وهيعيش حياة حزينة يعني. لكن هو قال لها لا، ان هو مصر انه هيقطع منها وان ديميتر ما تقدرش تعمل له اي حاجه عشان هي الهه ضعيفه. فساعتها طبعا ديميتر عصبت وتحولت لشكلها الالهي ولعنته ان هو كل ما هو هياكل وهيشرب مش هيشبع خالص وهيتن جعان. فطبعا هو في الاول ما حسش باي حاجه، لكن بعديها بعد كام يوم شعر بالجوع الشديد، باع بيته وباع كل حاجه، وساعتها برضه ما حسش باي حاجه، فقرر انه ينتحر عشان يبطل الجوع ده. ديميتر عندها بنت واحدة بس مهمة، عندها أطفال كتار لكن أهم واحدة هي بيرسيفوني، وهي إلهة الربيع. بيرسيفوني عندها قصة واحدة بس مهمة، وإن فيها هيديز جود أوف أندر وورلد أو إله الأندر وورلد خطفها وإن هما اتجوزوا. دلوقتي آخر إله إحنا نتكلم عنها هي هيرا، وبعدين نتكلم عن الآلهة زي بوسايدن وهيديز وزيوس، لكن دلوقتي نتكلم عن هيرا. هيرا هي إلهة الجواز، وهي متجوزة مع زيوس اللي هو ملك العالم. هي عندها حيوان مقدس واللي هو البقرة أو الكاو بالإنجليزي، والنبتة المقدسة هي اللوتس. حاجة مهمة عن هيرا إن هي دايماً بتغير، عشان زيوس دايماً بيكون عنده ديمي جود تشيلدرن. الديمي جود ده هو نصف إنسان ونصف إله، فدايماً هيرا بتحاول تقضي على الديمي جود تشيلدرن دول بتوع زيوس. فقصة مهمة عن هيرا إنها مرة هي وزيوس جابوا طفل وكان اسمه هيفستيشوس، لكن هو كان قبيح جدا لدرجه ان لما هيرا شافته اشمئزت وشعرت بالقرف، فهي قررت انها هترميه من الشباك. بعد ما هي رمته من الشباك، وده طبعا فوق ماونت اولمبس اللي هو اعلى جبل في العالم، فكان المفروض ان هو يموت لكن عشان هو اله ما ماتش. لكن لما وقع طبعا اتألم ويعني رجله اتكسرت وكده. فهيفستيشوس بعدين لما هنتكلم عنه هنعرف ان هو لابس حاجه في رجله عشان يعرف يمشي كويس، وفي دراعه برضه عشان هو واقع من ماونت اولمبس. المهم بعد ما هيرا رمته من على الجبل راحت لزيوس وعملت سحر عليه عشان زيوس ينسى انهم جابوا طفل اسمه هيفستيشوس. الاله اللي احنا هنتكلم عليه اول واحد هو هيديز، وهو ذا جود اوف ذا اندر وورلد او اله الاندر وورلد.
عشان اول ما زيوس قضى على كرونوس اخذ بوسايدن وهيديز وقرروا ان كل واحد فيهم هيحكم جزء من العالم. زيوس اختار السماء وبوسايدن اختار الانهار كلها والبحار، وهيديز اختار الاندر وورلد. الاندر وورلد ده هو المكان اللي الارواح بتروح فيه بعد ما هي بتموت، وعلى حسب انت كنت شخص سيء او جيد بتتحاسب، لو انت كنت كويس بتتكافئ، ولو انت كنت سيء بتتعاقب. لكن في الاندر وورلد في 5 انهار مهمه. اول واحد اسمه ذا كوكايتس، وده نهر البكاء، لو انت رحت قريب منه بتكتئب، ولو انت لمسته بتنمو اكتئاب طول حياتك حتى الموت. تاني واحد اسمه ذا فليجيثون، والنهر ده مصنوع من النار، وواضح انك لو انت لمسته هتتحرق، وده كل اللي احنا نقوله عنه. تالت نهر اسمه ذا ليث، وده نهر النسيان، لو انت شربت منه هتنسى ذكرياتك كلها. في حاجة بيعملوها الناس لو هم راحوا بارادايس اساسا، يقدروا يشربوا من الليث ويحصل لهم ريبيرث او يعيشوا تاني. لو هم عملوا كده 3 مرات وكل واحدة من 3 مرات كنا كويسين، هيروح مكان اسمه ذا ايلز اوف ذا بليست، ودي زي اعلى حاجة في بارادايس، احسن حاجة في الاندر وورلد. رابع نهر هو ذا اكيرون او اتشيرون، وده نهر الالم. طبعا ده واضح لو انت لمسته تشعر بألم شديد، وده كان برضو بيستخدم بطريقة من الطرق العذاب. في طرق تانية للعذاب هنتكلم عليها دلوقتي. لكن خامس واخر نهر احنا هنتكلم عنه هو ريفر ستيكس، وده نهر الكره، لكن هو اهم نهر من الخمسة دول، عشان اول ما انت بتدخل الاندر وورلد كروح، هو الستيكس ده بيمنعك انك تروح المكان اللي انت هتتحاسب فيه، عشان هو في نص الطريق ومتقدرش تعدي فيه، يا اما روحك هتتبخر او تروح. فبعد سنين طويله من وجود الاندر وورلد، في نيتشر سبيريت او روح الطبيعه جت وقرر ان هو هيستخدم الستيكس ده عشان يجيب فلوس كتيره، والراجل ده كان اسمه كارون. فهو اخد القارب بتاعه وحطه على الستيكس، وكان بياخد الارواح ويعديهم لحد المكان هما هيتحاسبوا فيه، طبعا بفلوس. لو انت كنت شخص كويس وعجبت كارون هيخليك تدفع فلوس قليله او ما تدفعش خالص، وطبعا الفلوس دي هتاخدها بانك لما الناس يجوا يدفنوك يحطوها في بقك. لكن لو كارون كرهك هيخليك تدفع فلوس كتيره جدا او ثروه، ومن الاخر مش هيخليك تعدي. كام حاجه كمان عن الاندر وورلد، ان كان ساعتها مش بتتحاسب على طول، بعد ما هيدز جه خلى انك تتحاسب بعد ما انت تموت. قبليها كان اللي بيحصل قبل ما انت تموت بيوم، كان في ناس بيجولك، وطبعا آلهة بيجولك وبيقعدوا يسألوك ويشوفوا منظرك ويشوفوا حاجات كتيرة، يعني بيشوفوا على حسبها هتروح بارادايس ده ولا هتتعاقب. فكان في ناس كتار بيعملوا حاجات مختلفة عشان ما يتعاقبوش، طبعا كان مثلا بيلبسوا لبس كويس، يعملوا فيهم منهم طيبين قبل ما ناس ييجوا مثلا يتصدقوا كده هو، فالناس بيشوفوا انهم ناس كويسين ومش بيخلوهم يتعاقبوا، فطبعا او ممكن يرشوهم برضو. فبعد ما هيدس جه شاف ان الموضوع ده ما ينفعش، فقرر انه يعمل ايه، مفيش حد هيتحاسب قبل ما يموت، بعد ما هو هيموت وهيعدي الستيكس هيشوف 3 من ملوك العالم بعد ما يموتوا كلهم اطفال زيوس، هيحاسبوا هيشوفوا لو هو هيشوفوا حياته كلها من اول ما اتولد لحد ما يموت، وبعديها على حسبها طبعا هيخلوه يتعاقب او يتكافئ. وبرضه قال لكارون ان هو مش هيخلي حد يدفع حبس صغيرين او كتار على حسب هو عايز، هيخلي كل الناس يدفعوا كوين واحده بس من بتاعتهم كان اسمها دراكما، ماشي. وهيديس خلى كل البشر قبل ما يموتوا يخلوا اللي بيدفن يتحط فيه كوين في بقه قبل ما يموت عشان يقدر يروح يتحاسب في الاندر وورلد. فطبعا زي ما انتم شفتوا ان هيديز صلح الاندر وورلد بعد ما هو راح، وخلى كام حاجه تانية معظمهم في البانشمنت، جاب 3 ارواح اسمهم ذا فيوريز، دول خلاهم هم السبيشالستس او مختصين بتوع العذاب. لو هو في حد معين هو عايز يعذبه عذاب شديد يقدر يقول لهم، هم هيخلوا العذاب بتاعه اسوء. يعني مثلا في مثالين على ناس كانوا سيئين جدا لدرجه ان هيديز فكر لعذاب مخصوص ليهم، عشان معظم الناس اللي كانوا بيتعاقبوا كانوا بيتعاقبوا نفس العذاب، يعني مثلا تطردهم كلاب مثلا على مكان مليان ازاز مكسور. فهيديز قرر انه يعمل عقاب مخصص للشخصين دول. اول واحد كان اسمه تانتالوس، وده كان ملك كبير في اليونان،
وكان مرة عزم الآلهة كلهم إنهم يروحوا ياكلوا عنده في قصره، والآلهة وافقوا. بعديها هما عزموه عنده في أوليمبس وراح هناك. فبعديها قرر سألهم إنه ياخد بعض الأكل المقدس بتاعهم للأرض، قالوا له لا ما ينفعش. فطبعا هو عصب فعزمهم مرة كمان عنده، لكن المرة دي ما أكلهمش أي أكل عادي، قتل ابنه وخلاه هو الأكل بتاعهم. فلما الآلهة أكلوه حسوا ان الطعم مختلف وان الاكل غريب، فبعديها هو قال لهم ان ده كان ابنه اللي هو قتله وطبخه يعني. فطبعا الالهه عصبوا عشان ده ما ينفعش، واصل هم عصبوا جدا عشان ده اللي حصل لهم لما كرونوس اكلهم. فهم قتلوا تانتالوس ده وراحوا لهيديز وقالوا له ان هو لازم يعمل له عقاب مخصص. فهيديز عمل له ايه؟ ان هو يقعد في نهر غويط وفيه شجر فيها تفاح ومانجا وفواكه مختلفة. لما فبعد فترة تانتلوس جاح وعطش، فجاي يشرب من البحر اللي هو فيه او النهر اللي هو فيه. لما جاي يشرب المية بعدت عنه، ولما جه ياكل من الشجرة اللي فوقيه الاكل يبعد عنه. فهو حاول يعمل خطط مختلفة، ان هو مثلا يمثل ان هو نايم يجي يشرب، بس ما ينفعش برضو المية تبعد عنه مهما هو حاول. ونفس الشيء مع الاكل، وده كان عقاب تانتلوس. تاني شخص هيدز عمل له عقاب مخصوص، هو كان واحد اسمه سيسيفاس ماشي. ده كان خايف جدا من الموت لدرجة ان هو عمل حاجة. كان قبل كده زمان كان the god of death او اله الموت كان بيروح لكل واحد مخصوص عشان ياخد روحه. فسيسيفاس استنى لحد ما اله الموت جاء ده وخلاه يدخل بيته، لكن لما هو دخل سيسيفاس كان مجهز طوبة مخصوص وراح ضارب the god of death ده على دماغه واغمى عليه. فسيسيفاس ربطه وحط حاجة على بقه عشان ما يقدرش ينادي هيديز، وبعديها حطه تحت السرير بتاعه وخباه. طبعا سيسيفاس ما كانش غبي وقرر ان هو هيستخبى في بيته عشان كان خايف الا اي حد يقتله وساعتها يروحوا على الاندر وورلد كده كده. فهو شاف ان لو هو تاني في بيته وعمل الحاجات الصحيحة ان هو مش هيموت خالص. فبعديها بعد فترة كان the god of war اله الحرب إيريس كان في حرب مخصوص بتاعته، لأن ما فيش أي حد بيموت مهما الناس كانوا بيتضربوا كانش بيموت. فهو راح يدور على the god of death ده، فلقى إن هو كان مستخبي تحت سرير سيسيفاس. فبعديها هو فكه من اللي هو كان مربوط منه، وthe god of death قتل الناس كلهم وخصوصا سيسيفاس. وبعديها راح لهيديز وقال له إن هو لازم يعمل له عقوبة مخصوص. لكن بعدها لما هيديس كان جاي يحاسب سيسيفاس، سيسيفاس قال له ان هو مراته ما دفنتهوش بالفلوس فهو ما يقدرش يحاسب صح. فهيديس طبعا عصب عشان هو كان موصي الناس انهم يدفنوا الناس صح، فقال له خلاص يقدر يروح ياخد الفلوس من مراته ويقدر يرجع تاني. فبعديها سيسيفاس راح، لكن طبعا ما رجعش، قعد كام سنه كمان. لكن بعديها the god of death راح سأل هيديز هو عمل ايه في سيسيفاس ده. فهيديز افتكر عشان هو كان ناسي عن موضوع سيسيفاس، فهو راح بنفسه مخصوص واخد سيسيفاس تاني واخده على الاندر وورلد. وعقوبته المخصوص كان ايه؟ ان كان هو يروح في جبل طويل جدا اكبر حتى من ماونت اوليمبس، ده طبعا كان في اندر وورلد فيقدر اي حاجه تحصل، كان عمل جبل اطول من اوليمبس. فبعديها خلى الجبل ده مليان شوك وازاز مكسور وحاجات كده اهو، وخلى ان في كلاب تجري ورا سيسيفاس ده، وان في فيوري محدده بتخليها وراه كل ما سيسيفاس بيحاول انه يوقف الفيوري دي بتعاقبه. فكان التاسك او الشغلانه بتاعه سيسيفاس ان هو ياخد طوبه عملاقه وانها يزقها على الجبل ده. وهيديز قال له لو هو عرف ينزل الطوبة دي من الجبل بعنوه يزقها لحد أعلى حاجة يقدر هو يروح تاني ويعيش حياته تاني مدى الحياة وما يموتش. سيسيفاس طبعا فرح وقال له شكرا انك انت سمحتني يعني، لكن هو ما عرفوش ان التاسك ده او ما مستحيلة. كل ما هو يجي يقرب انه يزق الطوبة من على الجبل، طبعا الطوبة اخذت سنوات عشان يقدر يوصل للقمة عشان هو احتاج يبذل كل مجهوده. كل ما هو جاي يستريح الفيرو بتعاقبه والطوبة بتيجي من فوقيه. فالمهم لما هو بيجي عند القمة الطوبة بتيجي برضو من فوقيه وبترجع تاني لتحت خالص، وهو بيحتاج ينزل ويزقها لحد فوق لمدى الحياة وما كانش العقاب ده بيخلص خالص. دلوقتي هنتكلم عن بوسايدن اللي هو إله البحار والمحيطات والأنهار، وهو برضو اللي صنع الأحصنة وبرضو بيسمى بالإيرث شيكر أو اللي بيصنع الزلازل.
زي ما احنا قلنا في بداية الفيديو، بوسايدون سلاح وهو الترايدنت او تسمى الشوكة دي، تقدر برضو تعمل اعاصير او تتحكم باي مية. برضو بوسايدون عنده قصر في البحر عشان هو طبعا اله البحار والمحيطات، لكن في سحر على القصر ده عشان ما حدش يعرف هو في بحر في ايه او فين بالظبط. في قصة مهمة قوي عن بوسايدون، فيها هو وهيرا واثينا وابولو كلهم راحوا عند زيوس وكتفوه وقالوا انهم عايزين زيوس ما يكونش هو الملك وانهم يكونوا زي ديمقراطيين، لكن زيوس طبعا ما وافقش، فهم قالوا ان هو خلاص هيحبسوه للابد وانهم مش هيطلعوه خالص وانهم هيحكموا مع بعض. فبعديها بعد ما هم كتفوه ما عرفوش يحبسوه فين، فسابوه في اوضته في اولمبس لحد ما هم يفكروا شويه وبعديها مثلا ممكن يحذفوه في تارترس. لكن وهم قاعدين بيتناقشوا عن هيحكموا ازاي ديمقراطيا، كان في انيتشر سبيريت او روح طبيعيه كانت ماشيه في اولمبس، فشافت او سمعت يعني زيوس وهو في اوضته، فتحت الباب عليه لقيته متكتف، قال لها ان هي تحرره وان هو هيخليها امورتال او ما تموتش خالص. فطبعا هي ساعدته لما هو طلع عاقب الكل. اولا هيرا اخذها وراح معلقها من فوق ماونت اولمبس، الحته اللي هو معلقها منها لو هو قطع الحبل هتقع جوه تارترس. فهو كل يوم كان بيهددها وبيقول ان هو هيقطع الحبل لكن طبعا ما قطعهوش. اثينا عرفت انها تهرب عشان هي كانت بنت زيوس وبرضه انها كانت ذا جودز اوف ويزدم او الهه الذكاء، فعرفت تكلم زيوس ان هو ما يعاقبهاش، وقالت ان هي كانت بتجسس عليهم بس وان هي كانت ناويه تحرره. لكن ابولو وبوسايدون اكتر اتنين اتعاقبوا عشان زيوس خلاهم الاتنين بشر عاديين وداهم انهم يشتغلوا لملك المملكه بتاعه تروي. الاول خلى ابولو هو راعي الغنم هناك لمده 6 سنين، وخلى بوسايدون برضه هو اللي يبني الحيطه العملاقه اللي حوالين تروي، هي اللي خلتها تفوز في الحروب بتاعتها. بقى بعد ما بوسايدون بقى وابولو بقوا آلهة تاني، زيوس قال لهم انهم ما يقدروش ينتقموا من تروي، لكن لما كان في حاجه اسمها الحرب بتاعت تروي ساعتها بوسايدون وابولو كانوا بيساعدوا الناحيه اللي ضد تروي. اخر اله احنا نتكلم عنه هو زيوس، وهو اقوى واحد وملك العالم واله الكهرباء والسماء، وبرده هو اله العدل. سلاحه زي ما احنا قلنا هو لايتنينج بولت او هو البرق، وهو برضو كل السكند جنريشن جودز والجودسز او الالهه الجيل الثاني كلهم اطفاله. اكبر عدو لزيوس هو كان وحش اسمه تايفون، وده كان ابن جايا وتارترس، وهو يعتبر واحد من الجاينتس او العمالقه، وهو وحش عنده 100 راس بتاع تنين، وكان اقوى واحد زيوس حاربه لدرجه ان تايفون كان غلب زيوس وعرف، لكن زيوس بمساعده الجودز التانيين عرف يقضي على تايفون وحدفه تاني في تارترس. وكده نكون خلصنا الفيديو بتاع بيرسي جاكسونز جريك جودز بارت 1 او آلهة بيرسي جاكسون اليونانيين. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنكون بنتكلم عن بارت 2 او الجزء الثاني، فيها نتكلم عن 8 جودز والجودسز من السكند جنريشن، 8 يعني من الالهه من الجيل الثاني. فان شاء الله هشوفكم ساعتها، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك لو عجبكم الفيديو وشير لكل الناس اللي تعرفوهم. مع السلامه.